محل جوالات في سنغافورة يقبض عليه بسبب الاحتيال على سائح. سمعة سنغافورة النظيفة تتلوث بعد أن انتشر فيديو على الإعلام يظهر فيتناميا يتضرع لبائع محتال لإعادة ماله. ما يحدث عادة يقوم البائع بجعل الزبون يوقع اتفاقية باللغة الإنجليزية، بعدها يسحب بطاقة الائتمان لتلاحظ بعدها أن 1500 دولار إضافية سحبت قائلين أنها ضمانة. عندما طلب الزبون من البائع أن يعيد له المال، تحول البائع إلى رجل عصابات وبدأ يهدد الرجل بأنه وقع على العقد وغيره. Hey, my friend, how you want to settle my money? Because, you know, I borrowed my friend. So now I want to give back my friend, you know? إلا أن الفيتنامي المسكين قال له أن الجوال لحبيبته وبأنه يجني 200 دولار فقط بالشهر، ثم انفجر باكيا بل وجلس على ركبتيه في سبيل إعادة المال له. وقد نشر عنوان البائع القذر على الإنترنت واسمه جوفر شاو.